لازم الناس تبقى عقلانية، لازم الناس تصدقها. لازم نبقى متأكدين إن في خطأ إداري في النادي الأهلي، في خطأ إداري في اتحاد الكورة، وهما الاتنين اللي يشيلوا اللي إحنا فيه دلوقتي. عشان كده ما أعتقدش إن الكلام ده ممكن يتكرر تاني، ولكن أنت الاجتماع بتاع بكرة ده بصدد إيجاد حلول فرعية وليست انسحاب تماما. لا طبعا انسحاب، إنما حلول فرعية هنشوف بقى ليه، لأن أنت لازم الأول تروحي السفارة بتاعت المملكة المغربية وتقولي لهم احنا عايزين ندخل 3-4000 واحد، هتودونا ازاي وهم بيعملوا هناك بي سي ار وعندهم مشكلة جدا في الكورونا وتطبيقات الكورونا، فانت مش معقولة هيعملوا 3-4000 واحد في يوم واحد، فانت قدامك مشاكل كتير جدا امنية ومشاكل تنظيمية ومشاكل في السفر ومشاكل في الطيران، فلابد ان الكلام ده يترتب من بدري. وحسنا عمل الكابتن انه دعا شركه الاهلي للوجود بكره، انما قرار انسحاب استحاله. يبقى احنا اللي ضيعنا، يبقى احنا ضيعنا فرصه. ممكن خلي بالك مع كل الهيصه اللي بتحصل دي، ان شاء الله ان شاء الله انا واثق من ربنا سبحانه وتعالى وواثق في فرقه الاهلي ان احنا نجيب الكاس من قلب الدوري ان شاء الله.